مصطفى مصطفى من العول الصفا سيد الأنبياء يشعر في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلفاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة علي والسلام علي للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلفاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي Oh,
Kebetulan ini Pak RT ya, mediator. سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له
شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه. للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نيرا مشرقا، كان من عفوه حين حان اللقاء. قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل